بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 101. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيك. ما زلنا مع المؤلف في باب الوكالة، ووقفنا عند قوله رحمه الله: والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد، قال رحمه الله: الوكيل في الخصومة لا يقبض، أي لو وكل شخصا يطالب له بدين على شخص آخر ليثبته عليه وقد أنكره، فإذا قام بالوكالة وخاصم حتى ثبت هذا الدين على المدعى عليه فإنه لا يسوغ له قبضه، لأنه إنما وكل في إثبات الدين، والمخاصمة في إثباته، تقتصر الوكالة على ذلك. ولأن الموكل قد يرضى في الخصومة من لا يرضاه في قبض المال، وليس من لازم الخصومة القبض. والعكس بالعكس، يعني لو وكل شخصا ليقبض له مالا عند آخر ثم إن الآخر أنكر، فهذا فوكيل القبض له أن يخاصم المدين الذي أنكر هذا الدين الذي وكل في قبضه، لأن من لازم القبض الخصومة، فإذا احتاج إليها. فالخصومة وسيلة إلى تحصيل ما وكل فيه وهو القبض، فهي داخلة ضمنا في القبض، فله أن يخاصم حتى يتوصل إلى تحقيق ما وكل فيه وهو القبض. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي، إذا قال له: وكلتك أن تقبض حقي من زيد، فمات زيد الذي عنده الحق، فإن الوكيل لا يطالب الورثة لأنه لم يوكل في القبض منه، وإنما وكل في القبض من شخص معين وقد مات. نعم. إلا إذا قال: اقبض حقي الذي قبل زيد، فمات زيد، فله أن يقبض من الورثة لأنه يصدق عليه ذلك إذا قال من جهته، فإنه يشمله ويشمل ورثته. نعم. قال: واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. إذا وكله أن يودع مالا، فتلف هذا المال أو جحده المودع عنده والوكيل لم يشهد عليه حينما أودع عنده، فإنه لا يضمن،
لأنه حتى لو أشهد على المودع وثبت أن الوديعة قد وصلت إليه فإنه لا يضمن، لأن الوديعة أمين، إذن لا فائدة من الإشهاد عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. هذا الفصل في بيان ما يلزم الوكيل ضمانه وما لا يلزمه وما يقبل قوله فيه وغير ذلك. فقوله الوكيل أمين هذه قاعدة، نعم، قاعدة هذا الباب، وما ذكر في هذا الفصل فهو متفرع عن هذه القاعدة. فالوكيل أمين أي مؤتمن، لأن الموكل ائتمنه. فإذا عرفت هذه القاعدة فإنه يتفرع عنها أنه لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط. فإذا تلف المال بيد الوكيل ولم يفرط فإنه لا يضمن، لأنه أمين، والأمين لا يضمن، قد ائتمنه صاحب المال فكيف يخونه ويطالبه. أما إن فرط، إن كان تلف المال بيد الوكيل بسبب تفريط منه وإهمال، كما لو تركه بدون إحراز أو تركه مكشوفا ثم سرق أو تلف، فإنه يضمن لأنه قد فرط، فهو مسؤول عن تفريطه. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه. يقبل قوله في نفي التفريط إذا هلك المال بيده وادعي عليه أنه مفرط، فإنه يقبل قوله مع يمينه لأنه لم يفرط. وكذلك إذا ادعى، يعني إذا نفى التفريط فإنه يقبل قوله مع يمينه، وكذلك يقبل قوله إذا ادعى أن المال تلف بيده مع يمينه. نعم، هذا قوله الهلاك يعني؟ إيه نعم. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو، أي ادعى شخص أن زيدا وكله في أن يقبض حقه من عمرو، لم يلزم عمرا الذي عنده المال دفعه إليه إن صدقه، لأنه يخشى أن ينكر زيد الوكالة، لأنه يخشى أن ينكر من ادعيت منه الوكالة صدورها منه، فيطالب من عنده الدين مرة ثانية، وهذا الوكيل لم يأتي بشهادة تثبت أنه وكيل، فيخشى لو دفع إليه المال وصدقه أن يطالبه صاحب المال ويقول أنا لم أوكل فلانا. نعم. وإذا قال ذلك وليس هناك شهادة فإنه سيلزم المدين بدفع المال مرة أخرى، فلذلك لا يلزمه الدفع إن صدقه خشية أن يغرم المال مرة ثانية. نعم. ولا اليمين إن كذبه، إن قال لست وكيلا عن زيد، أنت ما معك شهود وأنت لست وكيلا عن زيد فكذبه، لا يلزم المنكر وهو المدين، لا يلزم باليمين، لأنه لا يلزمه الدفع إليه ولا يقضى عليه بالنكول لو نكل، فلا فائدة في اليمين حينئذ. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو. فلو قدر أنه دفع المال لمدعي الوكالة وليس معه إثبات على توكيله، فأنكر زيد صاحب المال، أنكر أنه وكل هذا الشخص
من أجل أن يرجع على المدين ويقول له أنا لم أوكل فلانا، فأنكر توكيل فلان وقد دفع إليه المال وصدقه، فإنه حينئذ يطلب اليمين من صاحب الدين أنه لم يوكل فلانا، يطلب منه اليمين، فإذا حلف ضمنه عمرو الذي هو المدين. نعم. قال وإن كان لبقاء حقه في ذمته. نعم. قال وإن كان المدفوع وديعة أخذها. أما إذا كان المدفوع وديعة وهي باقية بعينها فإن صاحبها يأخذها بدون أي إجراءات، لأنه وجد ماله، وجد عين ماله، فيأخذه سواء كان عند المدفوع إليه أو عند الدافع أو عند غيرهما، لأن حقه يتعلق بهذه العين وقد وجدها. نعم. فإن تلفت ضمن أيهما شاء. فإن تلفت الوديعة فصاحبها يضمن أيهما شاء، الوديع أو المدفوع إليه. فإن ضمن الوديع فإنه يرجع على مدعي الوكالة، وإن ضمن المدفوع إليه فإنه لا يرجع بشيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الشركة. يتلخص مما مر في باب الوكالة أنه يشترط لصحتها شروط خمسة. أولا أن يكون كل من الوكيل والموكل جائز التصرف. ثانيا تعيين الوكيل. ثالثا تحديد التصرف الموكل فيه. رابعا أن يكون الموكل فيه مما تدخله النيابة. الخامس أن يكون التصرف الموكل فيه جائزا شرعا. فإذا توافرت هذه الشروط صحت الوكالة. والوكالة كما سبق في أول الباب أنها عقد جائز، وتشريع الوكالة من كمال هذه الشريعة، الحمد لله، لحاجة الناس إليها، ودل على جوازها الكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب ففي قوله تعالى في قصة أصحاب الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. فهذا توكيل منهم لهذا الشخص أن يشتري لهم الطعام. وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. وأما السنة فمن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد وكل من يشتري له، وكل عروة البارقي يعني يشتري له أضحية، وكان يوكل عماله على أن يقوموا بالأعمال نيابة عنه، وكذلك الإجماع، فقد أجمع العلماء على مشروعية الوكالة وأنها عقد جائز للطرفين. وأما العقل فلأن الناس يحتاجون إليها، لأن الإنسان قد يكون عاجزا عن بعض التصرفات فيستنيب غيره فيها، أو يكون هذا التصرف في مكان بعيد عنه فيحتاج إلى أن يوكل من يقوم بدله بهذا العمل لغيبته وبعده عنه، فالحاجة داعية إلى التوكيل. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. قال المؤلف رحمه الله: باب الشركة. الشركة عقد من العقود ويحتاجها المسلمون، وهي جائزة بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي قوله تعالى: وإن كثيرا
من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، والمراد بالخلطاء هنا الشركاء. ولو السنة كما في الحديث القدسي يقول الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما. والإجماع أيضا على أن الشركة جائزة. والشركة نوعان: النوع الأول شركة أملاك، وهي اجتماع في استحقاق مالي كعبد ودابة بين اثنين ملكاها ببيع أو إرث أو نحوهما. والنوع الثاني شركة عقود، وهي اجتماع في تصرف، وهي المقصودة هنا في هذا الباب. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي اجتماع في استحقاق أو تصرف. هذا تعريف الشركة، هي الشركة اشتراك، أي اجتماع في استحقاق شيء، أي تملك الشيء، أو اجتماع في تصرف كالبيع والشراء والتأجير ونحو ذلك من وجوه الكسب. فقوله هي اجتماع في استحقاق، هذا ما يسمى بشركة الأملاك. كان يشترك أشخاص في دار أو في سيارة أو في مزرعة، هذه شركة أملاك. وقوله وتصرف، هذا إشارة إلى النوع الثاني من نوعي الشركة الذي هو اجتماع في تصرف كالبيع والشراء والتأجير والكسب وغير ذلك مما يأتي بيانه. وهذا النوع الثاني هو المقصود في هذا الباب، وهي أنواع خمسة. يعني شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف خمسة أنواع. النوع الأول شركة العنان، النوع الثاني شركة المضاربة، النوع الثالث شركة الوجوه، النوع الرابع شركة الأبدان، النوع الخامس شركة المفاوضة. وكل نوع من هذه الأنواع سيأتي بيانه مفصلا في هذا الباب إن شاء الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهي أنواع. فشركة عنان، أن يشترك بدنان بما عليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما. نعم، النوع الأول شركة العنان بكسر العين، نعم، مأخوذ من عنان الفرس، وهي الاشتراك بالمال والتصرف. يشترك اثنان فأكثر بمالهما وتصرفهما، فالمال منهما جميعا والعمل منهما جميعا. سميت بالعنان لتساويهما في ذلك، كتساوي الفرسين إذا تحالتا. نعم، قال: فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. نعم، ينفذ تصرف كل من شريكي العنان في مال الشركة بحكم الملك في نصيبه الذي شارك فيه، نعم، وبحكم الوكالة في نصيب شريكه، لأن شريكه وكله في ذلك. نعم، ويشترط، فهو أصيل عن نفسه ووكيل عن شريكه في التصرف. نعم، ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا. يشترط لشركة العنان شروط، اشترط لصحة شركة العنان شروط. الشرط الأول أن يكون رأس المال فيها من النقدين، فلا يكون من العروض. فلو قدم أحدهما عرضا من العروض، أي سلعة من السلع، لم تصح الشركة،
بل لا بد أن يكون ما يقدمه كل منهما للشركة نقودا لأجل أن يرجع إلى هذه النقود عند فسخ الشركة. وأما العروض فإنها لا يمكن الرجوع فيها عند فسخ الشركة. هذا ما عليه المذهب. والقول المختار الذي عليه المحققون أنه يجوز أن يكون رأس المال في شركة العنان أو بعضه من العروض، وتحسب بقيمتها، تحسب بقيمتها، فيرجع عند فسخ الشركة إلى قيمة العروض لا إلى العروض نفسها، فالمحذور حينئذ قد زال. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولو مغشوشين يسيرا من النقدين المضروبين، مضروبين يعني سكة ونقود، ولو دخلهما شيء من الغش اليسير، لأن النقود لا تسلم غالبا من الغش فيتسامح بالغش اليسير. نعم، أي غش؟ يعني غش مقصود ولا من طبيعة النقد ولا؟ لا، يدخل مع النقد شيء من المعدن الآخر من أجل أن يصلبه ويقويه. نعم. قال: وأن يشترط لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما. الشرط الثاني أن يبين ما لكل منهما من الربح، أن يبين نصيب كل منهما من الربح، ويكون مشاعا في كل الربح، لا يكون ربح بيعة معينة أو ربح سفرا معينا، وإنما يكون مشاعا في كل الربح المتحصل من هذه الشركة. هذا معنى كونه مشاعا، يعني لا معينا بسفرة أو بربح بضاعة معينة. وأن يكون معلوم المقدار كالثلث والربع والخمس، ولا يكون نقودا محددة كأن يقول لك 100 ريال، لك 1000 ريال، لأن هذا فيه غرر وجهالة، وقد تربح هذا المقدار وقد تخسر هذا المقدار. فإذا كان مشاعا فإنه تزول الجهالة والغرر، لأنه يرتفع بارتفاع الربح وينخفض بانخفاض الربح وينعدم بانعدام الربح، فلا يكون على أحد منهما ضرر في ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. قال: فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح. هذا محترز، هذا الشرط، إذا لم يذكر ما لكل منهما من الربح فإن الشركة لا تصح، لأن للجهالة في مقدار ما لكل منهما من الربح، وهذا يفضي إلى النزاع. أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا، لا يمكن أن يتوصل إلى معرفته، فإنها أيضا لا تصح الشركة، لأن هذا يفضي إلى النزاع. أو شرط له دراهم معلومة، كان يقول لك من الربح 100 ريال أو 1000 ريال أو 20 ريال، لم تصح الشركة، لأن هذه الدراهم قد تستغرق الربح ولا يبقى للآخر شيء. نعم، وقد لا تربح الشركة هذا المقدار، وقد يختلف الأمر، فلأجل ذلك بطل هذا الشرط. أو شرط لأحدهما ربح أحد الثوبين، لم تصح الشركة لبطلان هذا الشرط، لأن هذا الثوب قد لا يربح فيضيع عمل هذا العامل. نعم، ثابكم الله. قال: وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة. كذا بقية العقود كالمساقات، وهذه ستأتي، والمزارعة أيضا ستأتي. المساقات هي أن يدفع شجرا مثمرا أو شجرا سيثمر لمن يسقيه ويقوم على مصالحه بجزء من ثمرته، والمزارعة أن يدفع أرضا لمن يزرعها بجزء مشاع من غلتها، والمضاربة ستأتي قريبا
وهي أن يدفع مالا لمن يتجر به بجزء من ربحه. فيشترط في كل هذه العقود المساقات والمزارعة والمضاربة وشركة العنان أن يكون نصيب كل من الشريكين معلوما، وبأن يكون جزءا مشاعا من الغلة أو من الربح. نعم. والوضيعة على قدر المال. الخسارة يتحمل كل منهما على قدر ماله، فمن له نصف مال الشركة يتحمل نصف الخسارة، ومن له ربع مال الشركة يتحمل ربع الخسارة، وهكذا. نعم. ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد. لا يشترط خلط المالين المشترك فيهما، فلو كان مال فلان على حدة ومال الآخر على حدة وهما يتصرفان صح ذلك، لأنه لا داعي أو لا تتوقف صحة الشركة على خلط المالين، لأن القصد الربح وهو لا يتوقف على الخلط. وكذلك لا يشترط كونهما من جنس واحد، فيجوز أن يكون رأس مال أحدهما من الدراهم النقود السعودية، ويكون رأس مال الآخر من الدولارات الأمريكية ونحو ذلك، لأن المقصود هو الحصول على الربح، وهذا لا يتوقف على نوعية النقود المشترك فيها. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، كان هذا آخر ما سمحت به حلقة هذا اليوم من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه تحية من زميلي في هندسة الصوت بخيت الدوسري، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.